أغرب اكتشاف وصلوا العلماء أرض مخفية عننا من مليارات السنين، مخلوقات غامضة وسر من أسرار الكون ظهر، ولغز السبع أراضي بدأ يتحل. يا ترى إيه حكاية الأرض التانية وفين مكانها وإزاي تم اكتشافها؟ كل ده وأكتر هتعرفوه في الفيديو ده من 5 بالعربي. من سنين وفي مشكلة جدلية عن السبع أراضي اللي خلقها ربنا، وتساؤلات هل السبع أراضي كان يقصد بيها طبقات الأرض ولا في سبع أراضي زي كوكبنا، وغيرها وغيرها من الاحتمالات والتساؤلات لحد ما حصلت المفاجأة. الكون فيه حاجات كتيرة مثيرة للاهتمام لكنها مخفية عن عيون كل البشر، وعلى أرضنا أسرار كتيرة منها المحيطات الضخمة وطبقات الأرض المختلفة. لكن الاكتشاف الأخير هو الأكثر إثارة للاهتمام على الإطلاق. من ضمن أسرار الأرض وللعلماء مهتمين جدا بدراستها هي نواة الأرض، واللي من كام سنة اكتشفوا وجود تسريب مباشر للمية ليها رغم درجات الحرارة العالية جدا، واللي مستحيل يكون في حياة في الظروف دي. المفاجأة إن في دراسة جديدة اتعملت على نواة الأرض والمناطق القريبة من إنها أشارت لنتائج غريبة جداً. الخبراء اكتشفوا بقايا لكوكب قديم جداً أطلقوا عليه اسم كوكب ثيا، وبحسب اعتقادهم عن كوكب ثيا فمن مليارات السنين الأرض اصطدمت بيه، ومن المفترض إن العلماء يقدموا دليل على الاعتقاد ده داخل كتلتين تحت سطح الأرض. الاكتشاف ده حصل لأول مرة في الثمانينات وسبب حالة من الذهول بسبب حجم الاكتشاف، واللي بلغ حجم قارات بأكملها يصل لضعف حجم القمر. العلماء قالوا إن الكتلتين اللي بمثابة دليل على الاصطدام اللي حصل موجودين تحت إفريقيا والمحيط الهادي وبسبب ارتفاع نسبة الحديد فيهم، وقالوا كمان إن بتمر الموجات الزلزالية خلالهم بمعدل أبطأ، وده اللي أدى لتسميتهم المناطق منخفضة السرعة كبيرة الحجم. التكوينات دي هي في الواقع بقايا كوكب ثيا اللي اصطدم بالأرض من مليارات السنين، والاصطدام ده اتسبب في تكوين القمر. والدراسة كمان قالت إن الأرض امتصت الكوكب وشكلت المناطق المعروفة بالمناطق منخفضة السرعة كبيرة الحجم. الباحثين اللي اشتركوا في الدراسة كتبوا في دراستهم إن الصور الزلزالية لباطن الأرض كشفت عن تكوينين غريبين بسرعة زلزالية منخفضة في الوشاح السفلي للأرض، وقالوا إن غالباً ما تفسر المناطق منخفضة السرعة كبيرة الحجم على إنها غير متجانسة الكثافة بطبيعتها وتختلف في تكوينها عن الوشاح المحيط بها. والعلماء فسروا إن المناطق دي ممكن تكون بقايا مدفونة للطبقات اللي بيتكون منها كوكب ثيا اللي فضلت محفوظة في طبقة وشاح الأرض الأولى بعد الاصطدام العملاق اللي نتج عنه تشكيل القمر. علشان كده فمن المحتمل إن جزء من قشرة وشاح كوكب ثيا تكون انتقل للوشاح السفلي الصلب للأرض.